بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم درسا جديدا من دروس اللغة العربية. التهيئة، يا ترى ما موضوع درس اليوم؟ باستخدام العمليات الحسابية نحاول أن نستنتج عنوان درس اليوم. السؤال الأول للطالب المتميز إبراهيم محمد. تفضل يا إبراهيم. 7 ناقص 4، احسبها على إيدك كده، 7 ناقص 4 كم؟ 3. أحسنت، بارك الله فيك. نضع دائرة عند 3، ما الكلمة المكتوبة عند 3؟ تفضل يا إسماعيل. التحليل، أحسنت بارك الله فيك. يبقى الكلمة الأولى التحليل نكتبها في المستطيل. الطالب المتميز حمد جاسم. تفضل يا حمد. 8 ناقص 3، برضو احسبها على إيدك كم؟ 5. أحسنت، جزاك الله خيرا. يبقى نحط دائرة عند رقم 5. الطالب المتميز جابر حسن. تفضل يا جابر. والتركيب، الله عليك، بارك الله فيك. يبقى إذن يا شباب درسونا اليوم بعنوان التحليل والتركيب. الأهداف، يتوقع في نهاية الحصة أن يكون الطالب قادرا على أن يركب المقاطع الصوتية دون خطأ، يحلل كلمات ذات مقاطع قصيرة ومتوسطة بطريقة صحيحة. النشاط الأول الشرح والنظرة، والطالب المتميز دائما يناقش ويشارك المعلم حتى يستفيد من كل كلمة في الحصة. التحليل يا شباب، التحليل والتركيب أهم درس في دروس اللغة العربية، لأنه يعلم الطالب التهجئة الصحيحة والقراءة الصحيحة للكلمات. فهنا مثال للتحليل، نجاح، كيف نكتبها؟ الطالب المتميز جبر علي. تفضل يا جبر. الله عليك يا جبر، كل حرف بمفرده، ن ج ح. المثال الثاني للطالب المتميز سعود جاسم. يلا اسمك يا سعود، كيف نحلل هذه الكلمة؟ سو، الله عليك، عو، أيوة. يبقى هنا يا شباب كتبنا حرف المد مع الحرف الذي قبله كما اتفقنا على القاعدة، لأن في أولى أمور يتصل به وأولاد يتصل به. كيف نحلل الكلمات؟ ببساطة خالص، كل حرف بمفرده ما عدا 4 حروف، الألف والواو والياء والحرف الساكن، اللي هي حروف المد والحرف الساكن. سو، عو، دن. أحسنت. الطالب المتميز محمد حسن. اتفضل يا محمد. جديدة، جا، دي، الله عليك، الحرف حرف المد مع الحرف الذي قبله، دا، تن، جديدة، جزاك الله خير. الطالب المتميز سعد محمود. اتفضل يا سعد. فو، قا، را، ان. هذه الكلمة كيف نركبها؟ بهذا الشكل، فقراء. أحسنت، جزاك الله خيرا، لأن التركيب ما هو إلا عملية عكسية للتحليل. نأتي إلى النشاط الثاني، ونريد هنا أن نحلل الكلمات كما في هذا المثال، مدرستي. لو نلاحظ، حرف الساكن مع الحرف الذي قبله، الحرف المتحرك بمفرده، الحرف المد مع الحرف الذي قبله. افتح الكتاب صفحة 236 وأجب معي عن الأسئلة. أقرأ الكلمات ثم أحللها إلى مقاطعها الصوتية. الطالب المتميز آدم رفيق. تفضل يا آدم. مر، ما. أحسنت. مر، أي هذا المقطع الأول، ما، مر، ما، جزاك الله خيرا. الطالب المتميز جاسم فالح. تفضل يا جاسم. مبنى، هذه أمثلة للألف المقصورة اللي هي في آخر الكلمة وتكتب بهذا الشكل، ياء بدون نقطتين. مبنى، أيضا مقطعان. الطالب المتميز حماد سالم. تفضل يا حماد. نر، سو، مو. نر، أيوة، الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله، سو، مو، الحرف المتحرك بمفرده. الطالب المؤدب جبر سلهام. تفضل يا جبر. ند، ف، عو. ند، الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله، ف، عو، ند، ف، عو. نستكمل تدريبات الدرس. الطالب نواف. تفضل يا نواف. لعبةً. أحسنت، لعبةً، ممتاز، بارك الله فيك، الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله.
الطالب نصار، تفضل يا نصار. قاف زت، قا ف الحرف المتحرك بمفرده، زت الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله. الطالب محمد عبد الله الجسمي، تفضل يا محمد. الحجرة، ال اهو السكون مع الحرف الذي قبله، ح ج ر كل حرف بمفرده. الطالب المتميز محمد خالد، تفضل يا محمد. الأرضي، ال ار ضي، احسنت وجزاك الله خيرا. إذن يا شباب، هذه أمثلة وتدريبات التحليل والتركيب. نأتي إلى غلق الدرس. سبايدر مان يقول لكم: أريد أن أصعد المبنى، ساعدوني بالإجابة الصحيحة عن الأسئلة. لما نجيب إجابات صحيحة نساعده في الصعود. السؤال الأول، الطالب المتميز فهد سعود، تفضل يا فهد. كم مقطعا في كلمة أصدقاء؟ هل هي اثنان، ثلاثة، أربعة؟ احسب كده على ايديك. أصدقاء، أحسنت جزاك الله خيرا، أربعة. بهذا يتقدم سبايدر مان إلى الأمام. الطالب المتميز علي محمد، السؤال الثاني، في التحليل كيف نكتب حروف المد؟ الألف والواو والياء، بمفرده، مع الحرف الذي قبله، مع الحرف الذي بعده، كيف نكتب حرف المد؟ أحسنت جزاك الله خيرا، مع الحرف الذي قبله. وبهذا يتقدم سبايدر مان إلى الأمام، يصعد إلى الأمام. السؤال الثالث للطالب المتميز عبد الرحمن محمد، تفضل عبد الرحمن. كم مقطعا في كلمة مر ما؟ احنا أخذنا الألف المكسورة، وهذا مثال على الألف المكسورة. مر ما، اثنان، ثلاثة، أربعة، هيحسب كده على إيدك. مر ما، أحسن تبارك الله فيك، اثنان. مر ما، الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله، والألف المكسورة حرف مد مع الحرف الذي قبله. بهذا يا شباب يتقدم سبايدر مان إلى الأمام. الطالب صالح محمد، السؤال الرابع، تفضل يا صالح. في التحليل كيف نكتب الحرف المتحرك؟ قلناها الآن من خلال التدريبات. هل بمفرده، مع الحرف الذي قبله، مع الحرف الذي بعده؟ الله عليك يا حبيب والديك، بمفرده، جزاكم الله خيرا جميعا. بهذه الإجابات يستطيع سبايدر مان الصعود أعلى المبنى، ويشكركم جميعا ويقول: لقد صعدت بنجاح، شكرا لكم يا أصدقائي. وأنا أشكركم شكرا جزيلا أبنائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.